أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. كلمتان جميلتان. الكلمة الأولى كلمة الناس، والكلمة التي لا يتركها العظماء، وهي: أنا أحب أن أكون أحسن. الكلمة الثانية الجميلة: الطريق إلى أن أكون أحسن هو أداء الواجبات، ترك المحرمات. كلمتان جميلتان تقابلهما كلمتان سيئتان جدا، وللأسف شائعتان جدا. الكلمة الأولى: البعض يرتكب ذنوبا أو ذنبا، ثم يبرر هكذا، يقول: أنا ارتكبت الذنب الفلاني. وبعض الناس الذين لا يرتكبون هذا الذنب يرتكبون ذنوب أسوأ من ذنبي، أنا أحسن منهم. الشاب ينظر إلى النساء نظرات محرمة، تقول له: لماذا تنظر نظرات محرمة إلى النساء؟ يقول: البعض لا ينظر نظرات محرمة إلى النساء ولكن يفعل شيء أسوأ، أنا أحسن منهم. البنت تخرج بمظهر محرم، لماذا خرجتي بمظهر محرم؟ توجد بنات لا يخرجن بهكذا مظهر. تقول: نعم، هن لا يرتكبن هذا الذنب ولكنهن يرتكبن ذنبا أكبر من ذنبي، أنا أحسن منهن. أولا،
إذا كان هذا المنطق صحيحا، فالمجرمون أيضا يبرر لهم بنفس المنطق. شخص سفاك للدماء يقول أنا أحسن من غيري، يوجد بعض الناس أسوأ مني يرتكبون ذنوبا أكبر من ذنوبي. كلام صحيح بالفعل، يوجد بعض الناس أسوأ مني. وأي مجرم، بالنتيجة درجات الإجرام كثيرة. تقبل هذا التبرير للمجرمين؟ المنطق نفس المنطق، درجاته تختلف. إذا كان هذا المنطق صحيحا أبرر لنفسي بعنوان أنه يوجد من هو أسوأ مني، ذاك المجرم أيضا يقول هكذا. طاغوت العراق البائد يوجد أسوأ منه؟ نعم يوجد أسوأ منه. بناء على هذا التبرير ذاك أيضا من حقه أن يبرر. ثانيا، أنت تقبل أن يصنع شخص معك شيئا سيئا ويبرر بهذا التبرير؟ شخص يأخذ شيئا من أموالك من دون رضاك ويبرر بنفس التبرير، يقول أنا أخذت شيء من أمواله، بعض الناس يسرقون الملايين، بعض الناس يسرقون المليارات، أنا أحسن منهم. تقبل؟ شخص في وسط الشارع يأتي يصفعك صفعة قوية ظلما وجورا وعدوانا، تسقط على الأرض تجرح، تقول له لماذا صنعت هذا؟ يقول الحمد لله أشكر ربك أنا ما قتلتك. بعض الناس يقتلون الآخرين ظلما وعدوانا، أنا ما قتلتك. تقبل؟ التبرير نفس التبرير، المنطق نفس المنطق. يوجد شخص أسوأ منك، إن كان المنطق صحيحا في الاثنين صحيح، إن كان المنطق باطلا في الاثنين باطل. ثالثا، الصحيح أن تقول فلان أحسن مني فأسعى أن أكون مثله، لا أن تبرر للجريمة بهذا التبرير، لا أن تبرر الخطأ بهذا التبرير. فلان أسوأ مني لا يرتكب هذا الذنب ولكن يرتكب ذنب آخر. رابعا، خل أسمي بهذه التسمية، هو واقع، هو هذا تسفيه للعقل. هذا استهزاء، استصغار بالعقل هالكلام. الله عز وجل يقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. انتبهوا، هذا شيطان، لا تنخدعوا بخدعه. الشخص الذي ارتكب ذنبا بدل أن يستحي من الله عز وجل، بدل أن يكون مهموما ومغموما أنه سقط في شباك الشيطان، بدل أن يكون محطما في داخله أنه ارتكب ذنبا خالف الله عز وجل، بدل ذلك يرفع رأسه ويقول يوجد أسوأ مني،
هذا تسفيه للعقل أم لا؟ يعني ذاك يمشي في طريق النار سريع، أنا أمشي في طريق النار بطيء، هذا منطق؟ شخص يلقي نفسه أمام حيوانات مفترسة ولكن بسرعة يمشي، أنا أيضا أريد أن ألقي نفسي أمام حيوانات مفترسة ولكن ببطء، هذا تسفيه للعقل أم لا؟ يعص الله عز وجل المفروض يكون منكسراً، منكسر القلب، خائفاً، باكياً. ثم الله عز وجل يقول في نفس هذه الآية: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الشيطان يعرف مداخلك ومخارجك، مداخل القلب ومخارج القلب. انتبه، الإنسان المنتبه النبي الذكي الفاهم أحيانا يسقط في شباك الشيطان، فكيف بالشخص الذي أخذ الباب على مصراعيه فتحه للشيطان؟ إذا هم ارتكب ذنب لا، أصلا ليس خائفا، يبرر لنفسه بهذه التبريرات السخيفة، التبريرات التي هي سخيفة وتستسخف العقل. هذا تبرير؟ للأسف أقول هذا شائع، هذا التبرير شائع. للأسف يؤسفني جدا جدا أن أقول أحيانا مثل هذه الكلمات الإنسان يسمعها من بعض الناس في أجواء متدينة. يعني ليش صنعت هكذا؟ ما تشوفون فلان؟ فلان صنع أسوأ مني. خامسا، الموبقات. الله أكبر، لا أعلم إلى متى نبقى غافلين. الله أكبر من الموبقات، العياذ بالله تعالى من الموبقات. الطغاة السفاكون للدماء، المتجبرون. في اليوم الأول ما كانوا هكذا، بدأوا من خطوة صغيرة جدا. الشيطان بدأ معهم من خطوة صغيرة جدا. أول يوم كان فلان مثلا من أكابر المجرمين، لا، اليوم الأول صنع شيء صغير ولكنه استصغر ذنبه، برر لذنبه، أسقطه الشيطان في ذنب آخر، جره ذنب يجر الإنسان إلى ذنب آخر. استدراج، الاستدراج، خطوة خطوة. الطغاة، تذكروا أي طاغوت من الطغاة في اليوم الأول كان هكذا؟ لا، حتما لا. في اليوم الأول السارق الكبير سرق دينار، نصف دينار، ثم أصبح يسرق الملايين والمليارات. في اليوم الأول جرح حيوان صغير استخفافا، لا أقول جرح الحيوان حرام، لا، استخفافا، ليس مهما، شيئا فشيئا، صار سفاك لدماء بريئة من بشر. خطوة خطوة. الموبقات، موبقات يعني ماذا؟ يعني ذنب يسقط الإنسان في ذنب آخر. كثير من الذنوب هكذا، كثيرا ما
الشخص يبدأ بإحدى الصغائر، أصلا ما يسوي كبيرة، صغيرة. ثم ينتقل. بعض الناس في بدايته ما يبرر لنفسه ويسقط فيما بعد، فكيف إذا برر الإنسان؟ التبرير معناه الشخص مو نادم، ما عنده ندم. عصى خالق السماوات والأرض، لا السماوات والأرض ما هي، عصى من خلق أنوار محمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم. هذه الكلمة أعظم كلمة في خلق الله سبحانه وتعالى، لأن أنوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أعظم شيء خلقه الله سبحانه. اللهم صل على محمد. هذا الخالق يعصيه وليس نادما، سبحان الله. يسقط في ذنب آخر؟ نعم، إذا لم يكن نادما فبالتأكيد يسقط في ذنب آخر، إذا كان نادما أحيانا يسقط، ولكن أهون، الباب تقريبا شبه مغلق على الشيطان، شبه مغلق. إذا الإنسان ندم ممكن 20 مرة يرتكب الذنب ويندم، أحسن ليندم ليفهم. أما إذا ما كان يندم بالتأكيد هذا الذنب يكون من الموبقات، يعني يسقطه في ذنب آخر بالتأكيد، وقد يسقطه ويسقطه إلى أن يصل إلى درجة الشيطان يطمع في أخذ الدين منه. صار أم لا؟ عندنا نماذج أم لا؟ بالعشرات بالمئات بالآلاف، كم هي النماذج؟ تعرفون النماذج؟ أحيانا بالمجاميع، هي القضية ليست بالمجاميع، فرد فرد، كل فرد هو ونفسه. هذه الكلمة السيئة الأولى، أنا أحسن من غيري، أنا سقط في ذنب والعياذ بالله، غيري سقط في ذنب أكبر. الكلمة السيئة الثانية، وللأسف أقول هذه أيضا شائعة، بل للأسف أقول حتى من بعض المؤمنين أو بعض من يكون في أجواء المؤمنين، يقول نظف قلبك، الله عز وجل يريد منك أن تنظف قلبك، أن تكون أخلاقك أخلاق عالية. سقطت في بعض الذنوب ليس مهما، عصيت الله عز وجل ليس مهما، المهم قلبك يكون نظيف، هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى منك. سمعتم هذه الكلمة أم لا؟ أنا سمعت هذه الكلمة وأشباهها عشرات المرات، يمكن مئات المرات أقول نظف قلبك، القلب الله يريد منك أن يكون قلبك نظيفا، بعض الذنوب ليست مهمة، عصيان لله عز وجل ليس مهما. طيب الحمد لله عندنا أنبياء جدد يعني يتكلمون بلسان الله سبحانه وتعالى، رسل جدد بعد معاكم، البشر لا يحتاج إلى الرسل. الله يريد منك خلاص، الله يتكلم بلسان الله سبحانه وتعالى خلاص، يعني رسول يعني. أنت بهذه الطريقة أبحت بعض المحرمات للناس، أبح بقية المحرمات أيضا بنفس المنطق، يعني خوش رسول ها يحل المحرمات، خوش رسول له حلل بعض المحرمات، شيئا فشيئا قل نظف قلبك واشرب خمر مو مشكلة ها، شيئا فشيئا قول نظف قلبك، المهم أخلاقك تكون عالية، إذا زنيت إذا صنعت أعمال
أو عمل قوم لوط مثلا، أو سرقت بعض الأموال، ليس مهما، المهم أخلاقك عالية. ضربت يتيما كم مرة، مو مهم، خلاص. ها؟ هذا المنطق. حلل بقية المحرمات شيئا فشيئا، المهم أخلاقك تكون عالية، خلاص. المهم قلبك يكون نظيف، ارتكبت بعض الذنوب، نفس المنطق، شيئا فشيئا حلل بقية المحرمات أيضا، الكبائر. المهم أخلاقك تكون عالية، تريد تأكل لحم الخنزير وكل لحم الخنزير، أصلا تريد تقتل الناس، مو مشكلة. إذا استصار الذنب استصر بقيتهم أيضا، أرح الناس، خلاص. لاحظوا الشيطان يوصل الإنسان لأي درجة، لا أي دركة من دركات استخفاف العقل. أصلا أنا لا أستوعب هذه الكلمة التي يقولها الناس، يفهمون ماذا يقولون؟ يعني هذا ليس تضادا في الكلام؟ الذنب أصغر الذنوب، لا، حتى المكروه، المكروه المكروه يوسخ القلب، يجعل نقطة سوداء في القلب. المكروه ناهيك عن الذنوب، يقول نظف قلبك وارتكب ذنب، يعني ماذا؟ هذا ليس من التضاد؟ يعني شخص يقول المهم أن بيتك يكون نظيفا، ألقيت أوساخ، ألقيت قاذورات، ليس مهما. عجيب، نظيف وألقيت قاذورات، كيف يجمع الإنسان بينهما؟ القلب يمكن، هل يمكن أن القلب لا يتوسخ بالذنب، لا يتقذر بالذنب؟ لا يمكن. أي ذنب أصغر الذنوب يأثر أثر أسود في قلب الإنسان. نظف قلبك وارتكب ذنب، يعني ماذا؟ فسر لي هالكلمة. القضية لا تحتاج إلى أن أذكر لك روايات شريفة أو آيات قرآنية وإن كانت كثيرة، أصلا فكر بعقلك، معصية الله عز وجل يترك القلب نظيفا؟ ممكن أصلا يترك؟ هذا ليس من التضاد؟ شلون تحل التضاد؟ أسود وأبيض. تضاد واضح، ولكن نفس الآية، لا يفتننكم الشيطان، هذا أبوك آدم أخرج من الجنة. الشيطان خطير، قلت الإنسان الفاهم، الإنسان المنتبه، الإنسان الذي في اللحظة منتبه ألا يسقط في الذنب. أحيانا الشيطان والعياذ بالله يسقطه في الذنب وهو منتبه، يريد أن لا يسقط الآن في الذنب، صار موقف حرج، صار شد بينه وبين شخص ثاني، يحتمل أنه يغضب غضبا محرما، منتبه، مع ذلك أحيانا يسقط في الذنب. فكيف الذي يبرر هكذا تبريرات ويتكلم هذا الكلام؟ هذا يبقى للشيطان سد أمامه يأخذ يمنه ويسره. هذا الشخص الشيطان ما يحتاج يضغط على نفسه حتى يجره، هيك يؤشر عليه، يركض، يركض وراء الشيطان. هذا الشخص الذي يبرر هكذا تبرير، وللأسف أحيانا يبرر لكبائر بهذا التبرير.
ودائما هؤلاء باؤهم تجر وباء غيرهم لا تجر دائما. هذا الذي يبرر هكذا تبرير لكبائر أحيانا شيء صغير يصدر من شخص لا ذنب لا شيء لا يناسب مقامه لا يقبل، لا يقول هناك المهم قلبك يكون نظيف، لا يريد أن يطبخ السماء على الأرض على فلان. ليش؟ قال لي كلمة، ولعل الكلمة كانت في محلها، ولعله قال لك نصيحة لله عز وجل في خلوة، قال لك أنت فيك الصفة الفلانية السيئة انتبه ويغضب. هنا لا يقول المهم أخلاقك تكون عالية، هنا قلبك يكون نظيف يصرخ. رأيتم أم لا؟ كم رأيتم من أمثال هؤلاء؟ أختم كلامي بحديثين شريفين مختصرين. خلاصة الكلام هذان الحديثان الشريفان، وإن كان ذكرنا مصاديق مختلفة في صحيحة الفضيل عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه قال: من الذنوب التي لا تغفر. الذنب الإنسان يرتكبه يأمل أن يغفر الذنب، إذا الذنب ما غفر أي ذنب، ذنب واحد واحد، إذا ما غفر للإنسان ذنب، الذنب يدخل الإنسان إلى نار جهنم قطعا ويقينا بالتأكيد، نتيجة الذنب نار جهنم، إلا أن يغفر ممكن، الله عز وجل كريم ممكن يغفر ممكن. أما إذا ذنب ذنب أصغر الذنوب إذا لم يغفر يدخل الإنسان إلى نار جهنم إذا لم يغفر. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح السند، طبعا هذا المعنى موجود في أحاديث متواترة لا نحتاج إلى بحث سندي وأمثاله، ولكن أقول هذا الحديث صحيح السند في الكافي الشريف صحيحة الفضيل، يقول عليه الصلاة والسلام: من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا. يقول يا ريت بس هذا الذنب يبقى لي، يعني هذه مو مشكلة، صنع ذنوبا كثيرة لا تلك إن شاء الله تغفر، إذا بس بقى هذا الذنب وضعي زين أنا، هذا الذنب لا الذنب، هذه الحالة هذا القول. الرواية لعلها ليست ظاهرة في القول اللساني، في نظرة الإنسان في قلبه أنه عنده إحساس أنه ليته هذا الذنب بس يبقى وباقي تغفر مو مشكلة، هذا الذنب لا يغفر. من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا، هذا من الذنوب التي لا تغفر. لماذا؟ لأنه استصغر الذنب، المشكلة استصغاره، ليس مهما، ليس مهتما، ليس حزينا على هذا الذنب، هو عنده ذنوب أخرى أكبر حزين عليها، هذا الذنب مو حزين عليه، هذا لا يغفر الذنب، هذا الذنب لا يغفر العياذ بالله تعالى. حديث شريف آخر أيضا صحيح، إما صحيح أو موثق، على الأصح صحيح، صحيحة زيد الشحام عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر. محقرات يعني ماذا؟ الذنب الذي يستحقره الإنسان العياذ بالله تعالى. هذه من أشد الذنوب، وإن كان وردت كلمة أشد بدون من في بعض الروايات الشريفة،
أشد الذنوب، لعل هذا نص العبارة عن المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة، أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. في حديث آخر أو في نسخة أخرى لهذا الحديث، ما استخف به صاحبه، هذا أشد الذنوب. أشد يعني من أشد الذنوب، أفعل التفضيل نسبي. الذنب الذي يستخف الإنسان، أذنبت أذنبت، هذا شيء سيء. الأسوأ من ذلك بكثير أنك لا تكون نادما، أن الشخص لا يكون مهموما مغموما لهذا الذنب، والعياذ بالله تعالى. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، العياذ بالله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بأحب الخلق إليه، بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، أن يغفر ذنوبنا كلها جميعا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم اعصمنا فيما بقي من أعمارنا من الذنوب كلها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.